تعالوا بقى نتكلم عن امبارح والماتش اللي كان، وقلنا عنوانه قبل ما نبدا نلعبه، يعني كان ماتش صعب. طبعا كان ماتش صعب، التعادل اللي حصل مع سان داونز بهدفين لكل فريق ما هوش افضل شيء، وده تاني ماتش ليه، ده انت بتتكلم ولسه عندك ماتشات كتيره جدا مؤجله، طبعا عندك مع كوتن الكاميروني وغيره. بس تعالوا نتكلم شويه في تفاصيل يعني الماتش. الاهلي في البدايه كده لعب بشكل قوي، ضغط كمان وحاول عبد القادر التسجيل، وكان نتكلم في الدقيقه تقريبا الثلاثه او اربعه حاجه زي كده. الحارس عندك بتاع الفريق الاخر او بتاع سان داونز هو برضو حارس تقيل، احنا ما بنتكلمش ان ابدا سان داونز فريق يعني ضعيف، سان داونز تاريخ مواجهاتنا مع بعض حضراتكم عارفين، ولو كسبونا كتير جدا واحنا كسبناهم، بس برضو فريق فيه تنافسيه بيننا وبينه شديده جدا. هو حارس قوي جدا، الماتش كان قوي جدا، وفكره ان انت كمان تبدا الماتش بهدف للمنافس، يعني المنافس بتاعك يقدر ان هو يسيطر على مجريات الشوط الاول بهذه السرعه، برضو ما كانتش افضل حاجه معنويا لينا، ما كانتش الافضل معنويا لينا. لكن تعالوا نروح لبعد كده، محاولات كمان لاعبي الاهلي كانت مستمره، كلنا كنا شايفينها، اتحقق هدف التعادل كانت برضو في الدقيقه تقريبا 60، انا عشان مش 59 60 برضو حاجه كده، اللي سجله طبعا محمد عبد المنعم من ركنيه كانت يعني رائعه جدا كمان من علي معلول، سجلها عبد المنعم براسه. الماتش كان هنقدر نقول ان هو كان رايح جاي في الهجمات المرتده الخطيره بين الفريقين، لغايه بقى لما تيجي عند الدقيقه تقريبا 75 حاجه زي كده، لما سجل الشحات الهدف التاني قلنا الحمد لله، يعني الواحد قال طب كويس، يعني الدنيا هي بتمشي، طب الامل موجود وغيره. لكن برضو الفريق الاخر قدر ان هو يسجل هدف التعادل بعدها، ما فيش، ما لحقناش نفرح، كانت 3 4 دقائق حاجه زي كده. فنرجع نقول تاني، ماتش كان صعب جدا، ماتش كان قوي جدا، لكن هل النتيجه دي اللي كانت متوقعه؟ خليني اقول لحضراتكم برضو الصراحة لا، مش هي دي النتيجة اللي احنا كنا متوقعينها، ومش هو ده اللي احنا كنا نتمناه برضو يعني بنفس السياق. طيب حد هيجي يقول احنا كده خلاص؟ لا اكيد لا، احنا لسه عندنا ماتش جاي مع القطن الكاميروني، تركيزنا كمان في الفترة اللي جاية مفروض ان هو يكون مضاعف، اكيد الفريق مفروض، انا بتكلم عن نفسي او بتكلم عن نفسنا، يعني بتكلم عن النادي الاهلي، لازم ان هو هيذاكر الماتش اللي فات ده كويس جدا، لازم يتاكد من الايجابيات، لازم يتاكد من السلبيات، وقلنا ده ومفروض اللي مارسيل كولر ده اللي بيعمله، قلنا احنا عندنا بعض الازمات اللي احنا خدناها معانا او ورثناها من الموسم اللي فات معانا لسه للموسم ده، للاسف شفناها بعض المباريات وبعض البطولات، وما شفناهاش في بعض المباريات وبعض البطولات، لكن هي لسه مستمره معانا. عايزين فريقنا وعايزين الجهاز الفني يعني يرجعوا لنا تاني بالروح وبالتشكيله وبالشكل اللي احنا نعرفه، مش عايزين اخطاء تاني واخطاء متكرره. انت عارف لما تيجي مثلا تلعب في ماتش ويحصل خطا، وبعد كده تيجي تعمل خطا اخر تقول اوكي، لكن خطا متكرر بنفس الشكل بنفس الصوره من ماتش لماتش، ما اعتقدش بتبقى الطف حاجه ابدا، خصوصا ان انت عندك سكواد رائع جدا وعندك مدير فني يعني رائع جدا بتقال عليه بروفيسور. فلا، مارسيل كولر راجل رائع، خلينا نقول برضو مع بعض الانتقادات اللي وجهت ليه تحديدا في المباراه بالامس، قال لك لا هو التغييرات اللي هو عمله ده، طب هي الخساره كانت بسبب مارسيل كولر، كلنا سمعنا وقرينا بعض التعليقات اللي يعني الناس اتكلمت عنها، لكن مش مشكلتي دلوقتي هو مين كان السبب، انا مشكلتي ان احنا ما حققناش المرجو. في مشكلة حصلت، في أزمة حصلت، لكن هل الأزمة دي كده دمرت كل حاجة؟ لا، خلينا برضو بنتكلم بمنطق، مش طالعين بس نحزن وخلاص أو نتكلم بطريقة سلبية وخلاص، لسه عندنا يعني فرص كبيرة، حظنا كمان لو هتكلم في البطولة الأفريقية دايما بيكون كبير، الأهلي عنده خبرات كبيرة جدا فيها، إن شاء الله يقدر إن هو يترجم ده كمان في اللعب، كمان إحنا عارفين ضغط المباريات في الفترات اللي فاتت ولسه مكملة معانا بيأثر على النتائج وعلى الماتشات بشكل كبير. أنت بتتكلم دلوقتي عندك تقريبا كل يومين ماتش، فيعني معلش دي حاجه برضو صعبه جدا، وكنا بنتمنى ايجاد حل ليها في الفتره اللي فاتت والمواسم اللي فاتت، لكن واضح ان يعني في حاجات كده امنيات بتتحقق وفي امنيات لا، فغالبا هي من الامنيات اللي مش هتتحقق على كل حال.